قول الحمد لله. هو اصلا بالمناسبه الشوفان ده بيتقال اسمه او بيتم ذكره في الحالتين، للي عايز يخس وللي عايز يزيد. السؤال ده حلو جدا، انا مش فاهم حاجه. وكذلك التونه بالمناسبه. لا السؤال ده فعلا حلو جدا، فانا هقول لحضرتك بقى الرد اللي انا كنت ناويه اتكلم فيه. وهو الشوفان، ايه فرق الشوفان اللي حضرتك لسه بتسالني عليه ده؟ بيستخدم يا دكتوره في التخن يقول لك كل شوفان، وفي الخسيه كل شوفان. لا خلينا نوضحها، هي مش في الخسيه كل شوفان، هي في اسلوب الحياه الصحي، ان انا اختار اوبشن صحي واوبشن غير صحي، وادخله بكميات قليله جدا لانه فيه سعرات يا جماعه. عشان كده طب هتقولي ما انا ممكن ناخد الالياف دي اللي هي بتملى البطن زي ما حضرتك بتقول، مكان ما اخد بيستا اللي هو المنتج اللي فيه عنصر الشوفان، عنصر اساسي جدا، لانه في المنتج انا ما عنديش سعرات حراريه. فانا خدت الميزه الصحيه بتاعت الشوفان اللي هي الياف مالئه، بتعلي معدل الهضم، بتخلي الهضم عندي احسن بكتير، الامعاء تشتغل بصوره احسن بكتير، احس بالشبع والامتلاء. كل المميزات دي انا خدتها من الالياف، من غير السعرات الزايده اللي ممكن تزود وزني اكتر. بالظبط كده، يبقى انا تجنبت اي يعني ضرر من الشوفان اللي هو الالياف الزائده، لان كمان حضرتك يعني للاسف استخدام الناس للاكل الصحي زي ما حضرتك بتقول كده بيقولوا لنا ان ده صحي يا دكتوره، فالناس بتاكله عشان تخس والناس التانيه بتاكله عشان تزيد، لان فعلا متعودين يعملوا شوفان، يعملوا بوله كبيره باللبن ونقطع عليها الموز والفاكهه ومكسرات، وجبه فعلا تقيله فيها ممكن توصل ل 600 سعر حراري او ازيد. هي كمكونات مفيده، لكن هي للي بيخس وبيفقد وزن لا طبعا مش ده الكم ابدا اللي احنا المفروض ناكله. فده ردي على الحته دي. وبمناسبه التونه برضو احب ارد عليها، التونه عندنا منها بزيت ومن غير زيت، فاولا ده اول فاكتور ان انا بختار الفاكتور المفهوش دهون، يبقى انا خدت البروتين، لان التونه من البروتينات قليله الدسم جدا، فهم ضيعوا ميزتها اللي انا بديها للشباب او للبنات بعد تمرينه الجيم. احنا بعد الجيم محتاجين سريعا فوين ربع ساعه لا وزاد بروتين وبروتين قليل الدسم زي صدور الفراخ، جبنه القريش، البيض، التونه، فحضرتك كلته بالزيت فانت شلت لي جزء من الحاجات اللي انا طالباها. الحاجه الثانيه ما ناكلوش ساندوتش، ما ناكلوش فايش، لا ناكله مع طبق سلطه محترم كويس وناكله بالكم المعقول. فهي دي الفاكتورز، يعني طريقه التصنيع بتفرق في فايده او انعكاس شكل الحاجه. احنا بناكلها ازاي؟ بناكلها معاها مع الوجبه دي، ايه الحاجه اللي جنبها، نشويات ولا خضروات وهكذا.